السلام عليكم. جعفري هاجر ام هبه مستوى الثاني. تجمعنا اليوم على جوج حاجات. المطلب الاول هي الدراسه عن بعد. الدراسه عن بعد اكطوال مشني كاين، حنا عندنا جوجل كلاس روم وعندنا الواتساب، غير كافي بتاتا بنتي بعدا شخصيا. وانا جميع الاباء كيطالبوا بهذه النقطه هذه، كنطلبوا سواء كانت عملنا مثلا سكايب او لا مايكروسوفت تيمز او لا زوم، المهم كاين بزاف ديال لوجيسيال باش تكون اون انتراكسيون مع التلميذ. يعني التلميذ كينوض كيقرا الصباح، كيشوف مثلا الاستاذه ديالها كتفاعل معاها، اذا عندها شي اسئله، اذا عندها شي دي غومارك مثلا التلميذه كتشوف مع الاستاذه ديالها. المديره ما عملت حتى شي حاجه صراحه ضلا في هذه النقطه هذه. يعني حنا بقينا كملنا العام جوجل كلاس روم وبالواتساب. المطلب الثاني، بما اننا حنايا لو سيرفيس ديال لو سيرفيس اللي عطاتنا غير كافي، دونك حنا كنطالبوا اننا نخلصوا 50%. يعني الثمن كنقسموا على جوج 50% ولا كاع 30% مثلا. المهم الاستاذ المديره تبان معنا شي حاجه. السلام عليكم. خالد علو، الاب ديال الطفله روان علو اللي كتدرس حاليا بالمدرسه الابتدائيه الاعداديه ديال لابيسيدير اللي كاينه في سيدي البخاري. كمتضرر كباقي الاباء اللي كتشوفوهم هنا، فحنا في الحقيقه تفاجئنا في مجموعه ديال الممارسات التعسفيه ديال الاداره، تلخصت اولا في المنع ديالها ديال الحوار اللي شدت الباب للحوار، رغم المطالب ديالنا بتحسين جوده التعليم عن بعد اللي اختصرت في الحقيقه على مجموعه ديال الرسائل الخطيه لا اقل ولا اكثر. هذه الرسائل الخطيه كان المطلوب منها هي اننا نقوم احنا كاولياء اباء وامهات التلاميذ بمجموعه ديال الدروس مع الاطفال ديالنا في غياب اي دعم ديال المؤسسه الوصيه. طبعا احنا الطريقه ديال التعليم ديالنا مع الاطفال ديالنا خديناها كسلوك عادي مواطن تفرض علينا في يعني في المرحله الراهنه، وبالتالي واحد المساله اللي هي بديهيه اننا غادي نقري ولادنا، ما ولادنا ما غادي نخليهمش بلا قرايه. يعني التزمنا بالبروغرام وقرينا وليداتنا، وكنا كنستناو شي شويه ديال الدعم مع عند الاستاذه. طبعا كيف كنهضر على الدعم، كنهضر على الاقسام الالكترونيه اللي خدموا بهم مجموعه ديال المدارس، واللي كيشجع المشاركه ديال التلاميذ وكيشجع واحد النوع ديال الالتزام. الغياب ديال سكون ابل استعمال الزمل لومبلوا دو طون، غياب مره، يعني حتى كنتفاجئوا في الصباح كنحلوا الحانوت وكنقولوا 10 ديال التلاميذ يقراوا، واش ديك ال 10 ديال التلاميذ واش موجودين ما موجودينش، واش عندهم التليفون ما عندهمش. دونك هذه المسائل كلها حاولنا اننا نتناقشوا فيها مع الاداره، ولكن دائما كانت كتسد الباب. طبعا حنا بحسن النيه قمنا بالاداء ديال شهر 3، ولكن في الاداء ديال شهر 3 كانت عندنا مطالب طلبنا منها من التحسين ديال الجوده ديال التعليم، ايمانا بنا اننا التجربه كاملين كنخوضوها تجربه جديده، حتى شي واحد ما عنده تجربه ديال التعليم عن بعد، وبالتالي الاخطاء ممكن انها توقع. الاخطاء واحد المساله اللي هي وارده جدا، ولكن كنتفاجئوا ان المؤسسه ما استثمرت حتى شي مجهود فعلي باش تزيد بالطريقه ديال التعليم يعني وتحسن من الجوده ديالها، بقات على ذاك المنوال. وبالتالي فهمتي في اخر المطاف كطلب منك اننا سميتو نؤديو الواجبات الشهريه كامله اللي كنعتبروها حنايا هو مطلب غير مواطن غير تضامني، خصوصا وان مجموعه ديال المؤسسات واعيه حاليا بالوضعيه ديال الاباء والاولياء من جهه، ومن جهه اخرى يعني اذا شفنا المقابل ديال هذا الاجر اللي غادي نخلصوه حنا في الشهر هو يعني با جوستيفي في الحقيقه. علاش؟ لان في غياب مجموعه ديال التدابير اللي يعني تعقدنا عليها في الاول ديال العام بما فيها الحضور، لان المدرسه كدير التربيه والتعليم. انا اصلا الولد ديالي راه ما كاينش هنايا مره، ما كيكونسوميش الضو، ما كيكونسوميش الماء، ما كيكونسوميش الجاردين، عشان لي شارج ديالك كلهم موقفين ديجا. هذه النقطة اللي هي رئيسية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.